تفضلي يا انسي نسمي، عم اسمعك. بظن انه في شيء انت عم تدور عليه. مبلى، وهالشي موجود عندك؟ عم تساوم على بنتك؟ لحتى تسلموها بدي اياك. ليك، طالما هي موجوده عنا فلا تحلم بهذا اليوم ابدا. وش قد يعني بدكن تضلوا تقاوموا؟ لحتى تمل حضرتك. نسياني انك ما تحكي عن بنتي؟ والله انا ماني نسياني، بس الظاهر انه انت اللي نسيان. انا خايف على مصلحتك اكثر منك. بعدين لو سمحتي يا انسه، هاي بنتي وانا قبلت بهذا الزواج لاني بعرف انه بدي اعمل لها حياه سعيده ورغيده في المستقبل. بعدين مين انت لحتى ناقشك؟ ها هاي بنتي. انا وحده جاي تقلك انه دانا بتحبك كثير، وهي بتمتثل فيك وبتشوفك قدوه إلها، مشان هيك حرام حرام اللي عم تعملوا فيها. احترامي سيدي. شو يا بسام؟ سيدي وصلت على البيت بايدي والامور كلياتها تمام، هلا صار فيك تسمع كل شيء. لا يا بابا لا، لا حبيبتي انت الاول والاخير، بتعملي بحالك يا عم. والقران بتطق وبتفك كهرباء، الله يرحمها لعمك لو كانت موجوده. والله عم تخليك تعمل لك كذا. خلص ابقى في اجازه واللي بدك هو بيصير، بس بتعملي بحالك شيء. ها يا بابا بابا ما تسمعيني. خلص ارجعي واللي بدك هو بيصير. شكرا. وعد يا بيي. بوعدك يا بابا، بوعدك. خلاص، وهاي رفيقتك الآنسة نسمة شاهدك، ما شاهدي يا آنسة نسمة انت. مزبوط دانا، انا شاهدك. سمعتي يا بابا، هي شاهدي. شكرا كثير يا بيي، شكرا. بحبك كثير، انا بحبك. وانا بحبك وبموت فيكي يا بابا. بيي عينه لبوكي انتي.